الحمد لله، الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على المعاندين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات الفضليات، طيبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أرجو الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم، شهر المبارك، شهر رمضان، على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أشهد الله إني أحبكم في الله. لقاؤنا اليوم تكملة لما سبق من دروس التجويد، تصحيح التلاوة، the program تصحيح التلاوة، the means correction the recite. I recite and plaja إن شاء الله سيبچه they olan. If you in your room you can olan also. When I bacha and student recite you can to repeat and you can to revision at the same time إن شاء الله. We will recite today إن شاء الله سورة نون والقلم وما يسطرون أو سورة القلم. The page 564 لماراتوس in a blue and pad. Inshallah, open your Quran and we will recite this surah, inshallah. You can repeat when a student they recite, inshallah ta'ala. The good improving your recite, inshallah. Okay, open your Quran 564, don't forget, and then we will start, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. نون. والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. 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 وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. غير ممنون. غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. Again. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. بمن ضل، نون ساكن and then حرف الضاد، حرف الضاد حرف الاستعلاء، خص ضبط انقض حروف الاستعلاء، واجب تبال the voice. بمن ضل عن سبيله. بمن ضل عن سبيلي. Again. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. بالمهتدين.
بالمهتدين بالمهتدين فلا تطع المكذبين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطي حرف الاستيلاء ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم Be high, the voice be high. مناع للخير معتد أثيم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين 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 إذا تتلى عليه آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا آياتنا قال أساطير الأولين آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم على الخرطوم على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة 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 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون من ربك وهم نائمون من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم 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 فتنادوا مصبحين فتنادوا مصبحين ها مصبحين مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين راء تبال راء ساكن بي فور فتح واجب تبال حرثكم
حرثكم حرثكم إن كنتم صارمين حرثكم إن كنتم صارمين Okay, again. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون Also again فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين 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 Again وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا فلما رأوها قالوا قالوا إنا لضالون قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تسبحون لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 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 قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين 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 عسى ربنا أن يبدلنا عسى ربنا أن يبدلنا أن يبدلنا خيرا أن يبدلنا خيرا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون عسى again we match again عسى ربنا أن يبدلنا عسى ربنا أن يبدلنا ربنا أن يبدلنا ربنا أن يبدلنا أن يبدلنا خيرا منها
أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون فيه تدرسون فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة أم لكم أيمان علينا بالغة بالغة إلى يوم القيامة بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم إخفاء الشفة بـ 1.7 put your time أيهم بذلك زعيم أيهم بذلك زعيم Again سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا أم لهم شركاء فليأتوا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين إن كانوا صادقين إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون Again. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون
يستطيعون يستطيعون خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يدعون إلى السجود وهم سالمون يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين أم تسألهم أجرا أم تسألهم أجرا أجرا فهم من مغرم مثقلون أجرا أجرا فهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Again, you watch this ayah. أم تسألهم أجرا أم تسألهم أجرا أجرا فهم من مغرم مثقلون أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فهم يكتبون فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وهو مكظوم وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من ربه نعمة من ربه نعمة من ربه 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 لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم وهو مذموم وهو مذموم فاجتباه ربه فاجتباه ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
من الصالحين من الصالحين حبداس الصالحين الصالحين وإن يكاد الذين كفروا وإن يكاد الذين كفروا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين الكاف تاء قلقلة ذكر حرف همس ذكر للعالمين ذكر للعالمين Okay, from ayah 43, we watch again because you need practice. Really, from ayah 43, we continue repeat again. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون مغرم مثقلون مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من ربه من ربه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم تدن مذموم تأنوس only mouth
مذموم مذموم فاجتباه ربه فاجتباه ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 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 لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون إنه لمجنون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين ما شاء الله الحمد لله أوكي بالرسالة سورة الفاتحة عندنا خاتم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين آمين آمين آمين. أيوة إذا قلت على الضالين سي آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه when you recite الفاتحة سي آمين because the ملائكة same time they say آمين رسول الله صلى الله عليه وسلم برصبدة anyone his آمين and ملائكة آمين together at the same time غفر له ما تقدم من ذنبه any دو say you have from before all Allah تعالى he forgive you If you say Ameen and Malaika at the same time. Ameen means Allahumma istajib. Yani Ya Allah, accept our dua. Because the Al-Fatiha, full dua. And then Ameen means Ya Allah, accept our dua. Yani this Surah Al-Fatiha, we have full dua. Ya Allah, come on, accept. This Malaika say Ameen. Yani Ya Allah, accept. You say Ameen together. Allah Ta'ala, all your dua from before, He forgive. InshaAllah Ta'ala. Thank you so much. Jazakum Allahu khairan. Come also, thank you so much for continue the Quran. Inshallah, we will recite the next time Surah Al-Haqqa and we will continue. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalu salatu wa tamu taslim. Ala Sayyidina Muhammad as-Sadiq al-Wa'ad al-Ameen. Al-Mab'uth rahmatan lil'alameen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بعلمك، ولن تعصى إلا بحلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والشرع شرعك، والعبد عبدك، وأنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحصن خلاص المسجونين المظلومين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي وانصر كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام خيرا فخذ بيده على كل خير، ومن أراد بنا وبالإسلام غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعتق رقابنا من النار. نسألك يا الله في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما، واحفظهما من بين أيديهما ومن خلفهما، وعن أيمانهما وعن شمائلهما ومن فوقهما، ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتهما يا رب العالمين. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وصل اللهم وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى أن نلقاكم في حلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المباركون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini, dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi-bagi siapa yang berniat
untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini, kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.